الداخل الثاني شايلينه وحاطينه تحت السحاب، السحاب مفتوح نصه والنص المفتوح المسدس الثاني موجود هناك اللي لونه رمادي. ما قلبناش نحرك المسدس، احنا مشان ما كانش في مسؤولية ونخلي الشغل للشرطة، فحملنا الشنطي مع نوع من الخوف يعني، لأنه قلنا مش ممكن كل الذهب والمصاري كله موجود هون والمسدس، فكثير متوقع يكونوا بأي محل حوالينا، وخاصة أنه الشور هذه العشب رفيع كثير، ممكن إنسان يعني إذا بكون نايم بالنوم تقدرش تشوفه أنت، ونحن نعرف أنه مسلحين ممكن يطلعوا بأي لحظة. فبنوع من الخوف هيك، وساعات الصبح والضوء مش طالع منيح بعده، وسقعة وندى كثير على الأرض، تودا سلمان بسرعة خلينا ننسحب أصحاب الشنطي، حاولنا نتجه لورا على باتجاه السيارة، سبقت شوي لسلمان أنا عبر قبله، طلعت لقدام لقيت شخص فات مع أول العتم باتجاه مصر، زاد الخوف خوف، سلمان قال لي هذا أو واحد منهم جاي له، فاضطريت أني أخذت المسدس خرطشته حطيته ورا ظهري، قلت له استمر مشي وراي، وظلينا مشي مشي باتجاه، على اعتبار انه هو شفنا لمحة وما عندناش لمحنا، ونحن رايحين باتجاه السيارة بالشور الأولانية اللي جنب الطريق، عم نقرب على الطريق. اتضح انه انسان هو كمان عم يدور علينا يعني، طلع على الشورى اللي قبلها ما شفناش، رجع طلعنا بشكل واضح قبلنا، حكى معي بالعبراني قال لي صباح الخير، هي السيارة الكل اللي هون؟ قلت له ايه. في شيء؟ قال لا، فكرت السيارة مسروقة. فسألته انا قلت له من انت؟ قال انا من طوبة وبشتغل بالزراعة، وانا بجيب عمال للبساتين اللي هون موجودين. فنحن خفت شوي حدة الخوف عنا يعني، بس نحن بعدنا متجهين باتجاه السيارة. سلمان وراي ظل يقول لي عمي اتأمنلوش، هذا واحد منهم. قلت له نحن بكل الحالات مش مأمنينه يعني، نحن رايحين باتجاهه، هو مش اللي مخوفنا، خايفين بعدنا من ورانا يطلع لنا مفاجئ. ظلينا مستمرين، بس انا قراب عليه مشان ما نعملش جو من غيره، يعني الفرد حطيته بظهري من ورا وسكرت الجاكي عليه، حطيت دي قدامي ومرقت من حد بعيد، وظلينا نحكي معه بالعبراني. دورت السيارة كان هو كمان مشي الزلمة، بس نتيجة انه احنا شكينا فيه اخذنا نمرة الجيب تبعه، جيب نيسان تيرانو مع عربية ورا، زلمة بسن 50 تقريبا، وعطينا اللي فادي واتجهنا لكتسرين لمحطة الشرطة. قلنا لهم هذا الشنطي لقناها تبعتنا فيها ثلاث أقنعة وفي فرد مدينا إيدنا عليه نحن، في بصمات تبعي صار عليه، أعطيناهم سلمناهم سلاح، أعطيناهم البضاعة اللي لقيناها مسروقة، وشرحنا لهم وين لقينا البضاعة نحن.